مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج بالعراقي. في حلقة اليوم الحقيقة احنا يمكن لاحظنا خلال الفترات الماضية او الايام الماضية كان هنالك من تنفيذ من قبل تنظيم داعش الارهابي يعني يمكن 5-6 عمليات، وكان اخرها ما اودى بحياة تقريبا حوالي 30 شخص. واليوم نتحدث عن خروقات امنية، هذه الخروقات بعد ما يعني الحقيقة يمكن لاحظناها خلال الفترة الماضية إلى أن الكثير من السياسيين تحدثوا على أنه اليوم الأمن مستتب، تم القضاء على داعش، هنالك من فلول بعض الجيوب اللي موجودة في بعض المناطق، لكن داعش رجع ينفذ عملياته بطريقة يعني مختلفة، وهذا ما تحدث به طبعا بعض أيضا الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين. فلذلك كان هنالك من دراسة تم نشرها في يعني موقع روابط، وموقع روابط الحقيقة للدراسات والبحوث نشر دراسة تتحدث إلى أنه هل هنالك من عودة لداعش، وهل يمكن أن يعود داعش. فكان هناك من إشارة في هذا المقال، يعني خلينا نشوف المقال إذا ممكن زميل المخرج. نعم طيب، هل من عودة لداعش لمركز طبعا مركز الروابط. يتحدث المقال طبعا اللي نشوفه أمامنا إلى أنه يتحدث الكثير من السياسيين وأيضا المسؤولين الحكومية والأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية عن إنجازات كبيرة تم تحقيقها بدحر داعش وطردهم من مركز المدن والأقضية والنواحي، وإحكام السيطرة الأمنية على فلولهم منهزمة وقواعدهم التنظيمية ومتابعة حركة وتنقلات وتواجدهم ما تبقى من خلاياهم النائمة. ورغم كل هذه الإجراءات والمتابعات واستمرار الخطط الأمنية والاستخباراتية وإيجاد قنوات أمنية لمتابعة مقاتلي داعش والحد من تواجدهم أو عودتهم، إلا أن الواقع الميداني والحقيقي اللي يلمسها العديد من المواطنين في أماكن اللي ينشط بها مقاتلي هذا التنظيم الإرهابي حاولوا إعادة الثقة ببعض عناصره وتمكن من القيام ببعض العمليات المنظمة ذات الصبغة الإرهابية واللي أحد ملامحها حركته وأسلوبه لتعرض في التعرض والمواجهة وإيجاد ثغرات اللي من خلالها يستطيع التحرك وضعف الإجراءات الأمنية. وبمتابعة ميدانية ومعلومات خاصة حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية من خلال متابعته لنشاطات هذا التنظيم. فأيضا قال إن مجموعة إرهابية من عصابات داعش مساء يوم 17 حزيران واللي تتخذ من سلسلة جبال حمرين مقر إلها بالتسلسل إلى نقطة تسمى إنجاته عن طريق الرابط طبعا بين محافظتين، بمحافظتين طبعا كركوك وبغداد، وتقع هذه النقطة جنوب مدينة طوس خرماتو. تمكنوا من السيطرة عليها وإيجاد حاجز أمني وهم متنكرين بملابس زي الشرطة. هذه تعتبر اليوم يعني ليست حيلة قديمة، هي قديمة جديدة، لكن لتنظيم داعش أن يتوقف في إحدى المراكز والمناطق الموجودة أو يكون هو متواجد على الشارع الرئيسي ويعمل على أن تجهيزه أو يعني يرتدي ويتنكر بزي الأجهزة الأمنية ويقوم بعملية قتل أكثر من 30 شخص، هذا الموضوع شوي يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى إعادة تأهيل وخطط جديدة. لكن العراق اليوم مثل ما نلاحظ إحنا، وهذا السؤال اللي أمامكم اليوم، نعاني من خروقات أمنية وأخرى انتخابية. اليوم حقيقة العراق على صفيح ساخن. أنتم برأيكم هل من الممكن أن يعود داعش مرة أخرى؟ وهل من الممكن أن يستغل الخروقات الانتخابية والخروقات اللي حصلت في الأيام الماضية؟ وهل ممكن أن يكون داعش اليوم أنشط من قبل، خصوصاً بعد إعادة تأهيله؟ وإحنا كلنا نعرف إلى أنه انتكس، وكل التقارير الدولية تشير إلى أنه داعش انتكس خلال الفترة الماضية بسبب مقتل كثير من قياداته وأيضاً من عناصره ومحاصرته من قبل القوات الأمنية بمساعدة التحالف الدولي. اليوم يجب أن نفكر بهذا الجانب. أما دا أقول إلى أنه إحنا نتشائم بالتفكير، لكن نفكر، يعني بالتالي اليوم إحنا أمام مفترق طرق. داعش دائما ما يستغل الثغرات أو السلبيات اللي يقع بها العراق ويبدي هو يتحرك بطريقته، ويتحرك بطريقة دائما ما يستغل بها الأشخاص. يعني مثلا
خلال الأيام الماضية، تحدثنا هنا بالقناة إلى أنه، وكان طبعا سؤال لأحد الضيوف اللي عندنا وهو أستاذ العلاقات الدولية، قلت له إلى أنه يعني هل تتوقع أنه داعش اليوم ممكن يستغل هذا اليوم الانفلات الأمني أو مو انفلات الأمني حتى ما يسمى ينزلون علينا جماعة العمليات، بس على الأقل تقديرك وثغرات أمنية اليوم موجودة، وهل يمكن أن يستغل داعش أيضا الفوضى والفجوة الأمنية؟ سيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حذر البارحة وقال إلى أنه في حال ما كان هنالك من سرعة بتشكيل هذه الحكومة أو أن يكون هنالك من يعني جوانب معينة سيكون هنالك من انفلات أمني. إذا الانفلات الأمني اليوم السياسيين هم متيقنين أو لديهم المعلومات أو يستقرئون إلى أنه من الممكن أن داعش قد يسيطر أو يظهر من جديد وبحلة جديدة وبترتيب جديد وأيضا باستراتيجية جديدة بالعمل. داعش الإرهابي كنا نتذكر إلى أنه هذا التنظيم، مو نتذكر ما صار أشهر من خلصنا من عدة، إلى أنه هذا التنظيم الإرهابي هو سفك بدماء العراقيين الكثير وسقط الكثير من المدنيين والعسكريين شهداء بسبب هذا التنظيم. فهل اليوم الحكومة العراقية تفكر بهذا الجانب؟ هل اليوم المسؤولين العراقيين يفكرون ما الذي قد يحصل في المستقبل في حال داعش امتد، في حال داعش رجع، في حال داعش ظهر من جديد؟ وهل يمكن أن نجد إحنا اليوم تنظيم إرهابي أكثر شراسة من داعش؟ لأن إحنا كنا نذكر القاعدة، والقاعدة بأعمالها الإرهابية داعش إجا أكثر شراسة تنظيما وحتى إمكانية. فيبدو أنه حتى عندنا إحنا التنظيمات الإرهابية بفعل الأجواء العراقية الغير مستقرة، أتحدث بالأجواء أجواء سياسية غير مستقرة، بدأ يتطور وينمى بطريقة معينة. وأيضا بالجانب الآخر لدينا اليوم من قوات أمنية تتطور وتنمى بطريقة إيجابية. لا ممكن اليوم نحسب هذه الآليتين. رأيكم اليوم في سؤالنا اليوم اللي نطرحه إلى أنه عندنا خروقات أمنية وعندنا خروقات انتخابية، والعراق يبدو أنه هو من جوا يغلي ونحتاج إلى نشكل حكومة، لكن هل يمكن أن يستغل داعش الإرهابي هذا الفراغ الأمني؟ وبوجهة نظركم أنتم كمواطنين كيف يمكن أن نوقف هذه العودة لداعش؟ يعني هل يوم ممكن نقتنع إلى أنه سياسيين اليوم يعرفون مكان داعش بالضبط وين؟ ما عندهم جهود استخباراتية أو زارع لهم واحد بداخل التنظيم؟ وهل يمكن أن يكون العكس أنه هذا التنظيم الإرهابي، وإحنا هواي عرفنا إلى أنه الكثير من الأشخاص أو الكثير على الأقل تم مسك بعض الشخصيات الموجودة بالحكومة العراقية إذا كان بالأجهزة الأمنية، وحتى تم اتهام بعض السياسيين العراقيين بانتمائهم أو يعني تعاطفهم مع داعش الإرهابي، نعرفهم منهم واحد واحد. فاليوم إحنا خلينا نكون صريحين وياكم بهذا البرنامج، وأنا أقول لكم صراحة الوضع غير مطمئن، وهذا ما حذر من عنده الكثير من الأشخاص، وإحنا اليوم نحذر من عنده إلى أنه داعش إذا استغل هذا الفراغ الأمني وهذا الفراغ السياسي وهذا الفراغ في عدم التوافق على حكومة أو تشكيل حكومة أو العمل بطريقة معينة بحيث تعطي إيجابية للانتخابات القادمة أو انتخابات اللي إحنا عشناها، يمكن أن تستغل من جديد. داعش في محافظات مثل الموصل، يعني نينوى، صلاح الدين، أنبار، استغل كمية السخط اللي كانت موجودة عند بعض الأفراد واستغلهم بطريقة معينة بحيث هو ممكن كان ينمي وجوده في هذه المحافظات. أبناء هذه المحافظات لفظوا وطردوا داعش، لكن أيضا إحنا ما نعول كثيرا على أنه لا يوجد اليوم ضعاف نفوس. ضعاف النفوس هم يعني السلعة التي يقتاد عليها داعش من أجل أن ينمي هذا التنظيم الإرهابي. فبالتالي أيضا نحتاج اليوم تحرك حكومي من قبل الحكومة العراقية، وما كافي هاي مال طمطمة وضمضم وكأنك ما تدري، لا، نحتاج إلى أن يكون هنالك من عمل مثابر من قبل الحكومة. لكن أنت اليوم كمواطن عراقي هل قاعد تشعر بهذا التهديد؟ هل قاعد تحس إلى أن اليوم تحتاج إلى أن يكون هنالك من يعني ما أعرف خطوات فعلية وحقيقية من أجل أن يعني ينتهي هذا التنظيم الإرهابي تماما من العراق؟ بس احنا كان تصريحات مال سياسيين الله يسلمهم يقول لك إلى أن داعش انتهى عسكريا لكن بقى فكريا.
بهذه العملية ما أدري، عندنا علامة استفهام على الموضوع لأنه لم ينتهي عسكريا. إمكانية سيارات ما الشرطة، زي ما الشرطة واقف سيطرة في مكان طريق يعني، ونصب هذه السيطرة والشارع وقدر يلقي القبض على تقريبا حوالي 30 شخص. مركز الروابط للدراسات والبحوث أيضا كان كتب، كان يعني يمكن نشر خلال الدراسة اللي شفناها، إلى أنه هذا الحادث وما شابه من حوادث أخرى اللي وقعت خلال الأشهر الماضية تأكد مجموعة من الحقائق. إذا عندنا اتصال ناخذه شباب، لو نخليه ممكن شوي. طيب اعطيني إبراهيم من جلولاء. يلا مرحبا بك إبراهيم. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام يا أهلا. شلونكم أخويا يا سعيدة؟ وأنت بألف خير الله يسلمك. العام أنت بخير. وأنت بألف خير. إن شاء الله على عرفات. الله يسلمك الله يخليك. قل لي إبراهيم جاوبني على السؤال. أستاذ عيوني. أخويا العزيز، موقفي ما حد يعلم به غير إلا الله سبحانه وتعالى، لا من عاطلين. شلون بالله قل لي سولف لي. نصي لي تلفزيون وسولف لي إبراهيم حتى نقدر نسولف أنا وياك. نصي التلفزيون. أستاذ عيوني هالوجه. أستاذ رجال بسيط يعني فقير، يمكن أقول لك بالعراق كله بالمئة واحد أنا فقير. طيب. الله يشهد الله عاطلين أسويها أكملها وأسلمها وتنسد وأقول فيها صالح إن شاء الله. زين هسه شنو وين السالفة وينها؟ اعطيني إبراهيم سالفتك شنو هي؟ أخويا العزيز راتب ما عندي. إيه. سكر عندي. ضغط عندي. يعني الحالة المادية مالتي ما تساعد، وأنا صاحب جهال أتمنى فراتب رقبتي. طيب الله يعينك. طيب أنت مراجع للرعاية الاجتماعية؟ رحت للرعاية الاجتماعية، يقول إلا تجي اللجنة من بغداد يلا، وأنا عندي حتى إلا تجي شنو؟ أبيض قالوا لي باش أبيض انطوني مال عاطلين من سنة 2010 و2006 و2016. يقول عود من تراجعنا نعطيك زكية، لحد الآن لا من زكية ولا من راتب، راجعينهم يقول بعدين راجعنا بعدين. هاي وين هاي وين تراجع أنت؟ راجعت الرعاية الاجتماعية مال بعقوبة. مال بعقوبة. إي والله. زين وقالوا لك إنه إحنا ما عدنا هسه. يقول ما عدنا بعدين تعالنا راجعنا. بعدين تعالنا راجعنا. طيب. إي والله. تعرف اسم المدير هناك؟ والله ما اعرف اخويا العزيز. زين جيب لي اسمه اذا تقدر ابرع الاجتماعيه مال بعقوبه. ما اعرف اسمه اخويا العزيز، يعني هسه لو اوضح لك يعني هذا المفرق كله جلولاء، يعني العراق كله ماكو واحد ما عرفني، اقول لك منك ومن غيرك. ما في شيء يعني. طيب يعني لا من بيت لا من رعايه اجتماعيه لا من الله يشهد، هاي عرفان تبسك حي المفرق هالزمه، يعني اذا وديني ضربين مثل واحد اللي سكران حشاك، يعني اللي يشوفني يقول لي ايش بيك مكبسل، اقول له والله العظيم تعبان. يعني حالة الماديه مالتي ما تساعد. طيب ابراهيم ان شاء الله يعني نحاول فريق البرنامج يحاول يتصل بالاخوان بالرعايه الاجتماعيه بمعقوبه حتى ممكن شباب بالضبط عمد تاخذون كل التفاصيل. شكرا لك يا ابراهيم، تحياتي لك. شكرا يا قلبي. يعني حال المواطن العراقي اليوم اصبح من سيء الى أسوأ. فعل وجود يعني ما اعرف بعض الشخصيات اللي موجوده اليوم في بعض المؤسسات، فعل وجود او موجود فعل الاليات الخاصه بالحكومه العراقيه. اليوم الكثير من السياسيين، الكثير من عندهم يهتم لنفسه اكثر. يعني هسه مثلا حاله ابراهيم، ايش قد من السياسيين من محافظة ديالى راحوا لمحافظة ديالى، ما اعرف واحد من عندهم يلقى له حل لابراهيم، لو بس بالانتخابات تلقاهم موجودين ويفترون ويسولفون ويجي يحكي لي بالشعارات اللي هي يمكن قد تكون اكبر من طموحه حتى هو نفسه ما يعرف. وهذه الجملة اللي اقولها دائما انا، انه هو حافظ هذه الشعارات مش فاهمها، حافظ مش فاهم، ليه ما يعرف شنو هذا الشعار اللي يقوله.
ايش قد سمعنا من الشعارات اللي موجوده اليوم من قبل بعض السياسيين اللي رشحوا نفسهم للانتخابات، والبعض من عندهم فاز والبعض الاخر همزيان ما فاز. انه يتحدث عن القضاء على البطاله وفتح مشاريع جديده، ما يدري هو الموضوع شنو. يدري نسبه البطاله ايش قد بالعراق؟ يدري اليوم ايش قد عندنا احنا اشخاص عراقيين تحت خط الفقر؟ يدري اليوم احنا ايش قد عندنا من العراقيين حالهم يعني متوسط مدخولهم ما يوصل تقريبا حوالي $100؟ يدري؟ واحنا هاي اللي نقول عليها، لان اذا كان يدري فهذه مصيبه، واذا كان ما يدري فالمصيبه اعظم. لان اليوم السياسي اللي ما يعرف بحال اهله وما شاء الله عليهم مجلس النواب، كل واحد يحكي لي عن محافظته واحنا راح نسوي لهم واحنا راح نسوي لهم، وهو مكتب ومحافظته ما عنده، مكتب حتى يستقبل به شكاوى المواطنين لمحافظته ما عنده. شلون ممكن يقدم اليوم ايجابيه للمواطن العراقي؟ ما اعرف. وللاسف اليوم عندنا مواطنين عراقيين يصدقون بالسياسي من يجي كمرشح ويجي يقول له راح اسوي لك وراح اسوي لك، وش ما يقدر يسوي؟ يعني رجل تجاره ما يقدر يفلها. بس هذا للاسف اللي احنا نحكيه ونقول، الى انه الكثير اليوم من العراقيين يؤمن الى انه التغيير قادم. التغيير قادم ممكن من خلال شخصيات، اي اكثر من 200 نائب احنا اليوم طلعناهم من مجلس النواب بصوتك انت، بارادتك، بفكرك، بقناعتك. بس بالتالي اللي جو من مكانهم ذول ال 200 زينين راح يسوون شيء؟ بقى العلم عند ربك. لان شعاراتهم تقول يسوون، بس احنا سمعنا من الشعارات؟ سمعنا انتخابات اللي كانت بعد 2003 و2010 و2014 سمعناهم كلهم. سمعنا كل السياسيين ايش حكوا. وعرفنا ان هم بعض من عندهم اليوم يكذب 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 حد ما يصدق الكذبه مالته. بس بالتالي المواطن العراقي باقي قاعد، ناس ساكنه بسراديب، ناس ساكنه بمجاري، ناس ساكنه بمقابر، ناس ساكنه بمكانات يعني نفسه هو السياسي ما يقدر يوصل يعني يفوت من يمها. بس اكو مواطنين اليوم قاعدين. فشلون ممكن اليوم ذولي الاشخاص اللي هم بركبه السياسيين، ولو هم ما يهمهم هذا الموضوع طبعا، بالمناسبه اكو بعض السياسيين اليوم يعني يلتحف ب الغطاء الديني وهو ما يفقه من عنده شيء. لان اليوم اذا كنت انت، وانا دائما احكي، اذا كنت مؤمن بالدين فهنالك من واجبات شرعيه باتجاه وانت ولي الامر، وهؤلاء هم اللي انت مسؤول عنهم. واذا كنت مؤمن بالحياه بكل تفاصيلها فالموضوع اخلاقي. يعني فاذا انت كنت لا انت مؤمن بالاخلاق ولا مؤمن بالدين، فبيش مؤمن انت؟ مؤمن بالفلوس، مؤمن بالرشوه، مؤمن بالفساد، مؤمن بهذا الي وهذا الك. مؤمن انه انت ما يهمك المواطن العراقي اذا عاش واذا مات، اللي بالنسبه لك هو رقم انتخابي فقط، هذا الرقم الانتخابي اللي انت مؤمن به. بس غير هيك بالنسبه لك المواطن العراقي ما يجوز تلتقي به وانت قاعد تمشي بالسياره وسيارتك المصفحه، وتفوت بالرتل مالتك وفاتح تبريد، وتروح لمكتبك اللي بيه تبريد، وتستلم نهايه الشهر 11 مليون، وعندك حاشيه ومجموعه حمايات، وتاخذ العقد الفلاني وتساوم على العقد الفلاني. هذا السياسي شغله. وتحضر مجلس النواب وتطقطق بهاي الشاي بالكافتريه. البعض من السياسيين هيك. شنو السياسي هو؟ والبعض من عندهم يعمل ومثابر وجيد ويشعر بالمواطن العراقي. بس خل احكيها صراحه، الاغلبيه هم هيك. ما يهمه. وحتى اذا احكي عليها ساني مال داعش، هل هو اليوم اكو تحرك بالنسبه للحكومه العراقيه، بالنسبه للاشخاص الافراد المسؤولين العراقيين؟ طلع واحد قال لك لا احنا وراح نسوي او نغير على هذا المكان، سوينا ضربات جويه، وزعنا، ماكو. بالله خلينا نشوف، احتمال صح واحتمال لا. وهذول تدري فلول يطلعون بوقت ويروحون بوقت. هيك يصير؟ بدنا نشوف احنا الدول المجاوره للعراق ايش تسوي من يصير عندها هيك حالات. لو بسابع اسمه يجيبوا، لو مدفون بنص الجبال يجيبوه. والله احنا جبال حمرين وتدري، وهذه منطقه وعره وصعبه وجغرافيا ما ممكن نسيطر عليها. وين تروح الفلوس؟ الفلوس اللي قاعد اليوم تنطي للجهد الامني العراقي، يعني لو مطيها لاي جيش يمكن كان احتل العالم. فبالتالي هي مسؤوليه على المسؤول العراقي، ومسؤوليه ايضا على المواطن العراقي ان يعرف من اليوم اللي ممكن يكون شخص يقدم للإيجابية. أرجع للدراسة اللي نشرها مركز الروابط الدراسات الاستراتيجية،
قال الى انه يعني قال لك الحادث هذا يشابه كثير من الحوادث الاخرى خلال الشهر، وتاكد المجموعه من الحقائق. شين الحقائق اللي تاكدها؟ الى انه الخروقات والثغرات الامنيه اللي يستغلها مقاتلي داعش تجي بسبب ضعف الاجراءات الامنيه وعدم انسيابيتها واستمرارها بشكل فعال، والتي يفترض ان تحظى باهتمام القيادات العسكرية والأمنية المتواجدة على الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظة كركوك وبغداد وصلاح الدين، يعني كركوك صلاح الدين بغداد، خاصة أنه هي تكررت لعدة مرات في أماكن معينة بذاتها. نفس الموضوع كان يتكرر بموضوع الموصل، ونفس الموضوع كان يتكرر بالأنبار. كنا نتذكر شكر وهيب غضب الله على رأسه إلى جحيم إن شاء الله، هم شون كان يزدم الطريق السريع بالأنبار، وهم شون كان يسلب السيارات ويجي كل هاي السوالف. طيب، الحادث المشار إليه وقع تحديدا في المنطقة الرابطة بين حدود محافظة صلاح الدين ديالة، ولكن وسائل الإعلام العراقية أشارت إلى أن الحادث وقع في محافظة كركوك، وهذا ليس صحيح ودقيق ويخالف الحقائق الميدانية والغاية من تسريب معلومات مضللة. هو لإيحاء الآخرين بخطورة الوضع الأمني في كركوك، ويأتي ضمن الصراعات والخلافات والمناكفات بين العديد من الكتل والأحزاب السياسية المتواجدة في محافظة كركوك أو القريبة منها. يعني حتى في متن الخبر هنالك من عملية سياقات قد تكون سلبية، أو هنالك من خداع للمواطن العراقي. شلون الخدعة؟ الخدعة من خلال أنه هو يفبرك عليه التفاصيل. طيب، النقطة الثالثة، سبق هذا الحادث أن أشار العديد من السياسيين العراقيين إلى عودة داعش لممارسة أعمال تخريبية وإرهابية ومستخدم الخلايا النائمة، وتحديدا في أطراف قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين ومحيط محافظة كركوك بشكل يومي. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية ومقاتلي الحشد الشعبي بالتصدي لأهلهم والحد من هجماتهم ونشاطاتهم التخريبية. هذا سمعناه أكثر من مرة، عمليات سامراء أكثر من مرة كان عنده تصريح بهذا الجانب، وأيضا بالنسبة لغرف العمليات أو ضمن قاطع المسؤولية بالعمليات الخاصة بالمحافظات أنبار صلاح الدين ديالة وأيضا كركوك وبعض من عندها في الموصل، إلى أنه إحنا نقوم بعمليات استباقية، عملية إلقاء القبض على بعض الأشخاص، خلايا النائمة مجموعة، فإذا نحتاج إلى جهد آخر استخباراتي، مو جهد، جهد استثنائي استخباراتي. طيب، هناك العديد من العمليات التسلل لمقاتلي داعش بالمناطق الجزيرة وشرق الفرات وباتجاه محافظات العراقية، وهذا ما ذهب إليه تقرير وزارة الدفاع الأمريكية بأن نشاطات داعش عادة للعراق نشط وبمستويات مشابهة لعامي 2010-2011، وأن هجمات داعش الأخيرة تظهر برونة عالية في هيكلية في الهيكل التنظيمي، يعني كأنما هو رجعنا من جديد، ولا كأنما أنه إحنا نهينا وخلصنا من عنده بهذه التفاصيل، لأن الكل يعرف إلى أنه في محافظة نينوى عندما سيطر على هذه المحافظة، كانت أول محافظة سيطر عليها كمحافظة، كان عنده طبعا سيطرة في بعض المناطق بديالة، كان عنده في صلاح الدين وأيضا كان في الأنبار، لكن بعد ما سيطر على محافظة نينوى من سيطر عليها، يعني شفناه احنا بطريقه ان مجموعه سيارات دخلوا، ناس تقول 40، ناس تقول 30 سياره، ناس تقول لك بيكابات، ناس تقول لك ما ادري شنو، المهم وصلوا وسيطروا على هذه المحافظه وفرض سيطرته عليها، وكانت اخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في محافظه نينوى، بعدين بعد صارت بهم قادموا يا نينوى وانتهت المعركه هناك. النقطه الخامسه اللي نشرها طبعا مركز الروابط للدراسات الاستراتيجيه، انه تعمل عناصر داعش، قبل ما نقول فزيت انا فزيت. طيب، منو؟ رشيد من كربلاء، ناخذ اتصال، يلا تفضل رشيد. رشيد، وين رشيد؟ امكم سعيده، السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا بك، وانت بألف خير. شلون صحتك استاذ الورد؟ خليك يسلمك ان شاء الله. والله يعني عندي شكوى على التقاعد. يلا قل لي شنو هي شكواتك؟ والله التقاعد اول مره خذوا من عندنا للحج الشعبي. اخذوا منا للحج الشعبي، احنا خدمنا حوالي 30 سنه ما شفنا ال 500 دينار. ايه 500 دينار ما استلمنا، هسه المليون احنا اللي نشوفه ما نشوفه. ايه مليون هسه، يعني مثل السيد رئيس الجمهوريه الله يحفظه جايب بناته اثنين، كل واحده تاخذ 83 مليون. ايه عليهم عليهم بالسلف وعلينا بالخير. الله من قطعه الحشد الشعبي الرواتب ما رجعونا، يعني النوب قصروا الجين، يعني انا اخذ 917 قاموا ينطوني 915. طيب والقدر مال الحج الشعبي ماكو،
النوبة 3 ملايين 3 ملايين مبشر العبادي صاير مكان الله يقول انت ما تاخذ سلفين ليش؟ لانك كبير خاف تموت ليش بدك ما انت تموت وانا بعدنا عدل ممكن اكو هيك نظام بالعالم والله ما يجي يقول لك انت كبير راح تموت ايه. يعني انت مكان الله يعني شنو هذا العراق الصاربي راح تسودن الشعب راح يسودن يعني اني يعني يجي يقول لي اقول له يا ابن المصرف صدر عمر 3 ملايين يقول انا على ابو نزل العمر ها من هذا؟ من صدام يقدر يحاكي حين من رشيد يعني حلقه وحلقه رشيد من هذا؟ من هذا اللي قال لك هيجي؟ نعم شو اسمه هذا الشخص اللي قال لك؟ شو اشتغل؟ هذا ابو المصرف مال كربله المصرف مال كربله جاي راجع على 3 ملايين يا مصرف رافد يا رشيد تموت باقي بالباطل تموت من يدفع مكانك رشيد يا مصرف مصرف الرشيد في كربلاء رشيد كربلاء اي مصرف الرشيد طيب ما تعرف اسم هذا الشخص؟ اي يقول انت تموت ما نمطي يا شابه والله عمرك كبير انت ما ادري كان اموت يعني من اكو دوله ايش تطلع بالعالم باليهود بالكفره بس من المسلمين طيب شلون اموت يعني ما ادري يقول والله هذا قانون يصير يقول الكبير ما ننطي 3 ملايين، انا عندي عمليه بسوي لابني رجله. مو مباوع هسه منين اسويها؟ هسه هذا خلاص هذا ما ننطيها ذكرنا بواحد من السياسيين هم ما ننطيها خبصنا بها، المهم بس بالتالي يعني اذا كان الحديث بهذه الطريقه هو يا متقاعد طلع يعني عمره 18 سنه. ما كل المتقاعدين هم خدمه اقل شيء عنده فد 25 سنه خدمه، قول عمره 18 سنه وتعين، هاي تقريبا حوالي عمره فد يعني 43 او 53 سنه يعني تقريبا هيك رقم يعني 50 سنه 60 سنه اي شعلي هذا التسالف ثاني يرد يموت ياخذ واحد كفيل تقول للمراجع ماله انت تموت يعني الله هذا بعد ما له شغل على الحكومه على احزاب يحددون يعني العراق خرج من دين طيب رشيد شكرا جزيلا لاتصالك شكرا يا قلبي الله يحفظك حسين من صلاح الدين عندنا يلا حسين تفضل حسين السلام عليكم استاذ السلام ورحمه الله اهلا بك حسين بدون زحمه احنا الشرطه الموصلين من صلاح الدين لحد الان يعني ما شرطه شنو الشرطه اجراء حتى نعزل الامن محافظ صلاح الدين شرطه شنو مفصولين احنا الشرطه الموصلين استاذ اي لحد الان يعني ما حد اخذ بينا اجراء عودتنا حتى نعزز الامن بالمحافظه. طيب مو على اساس يرجعوكم؟ والله بس مقابله وكل شيء ماكو لحد الان. قابلنا ولحد الان ماكو كل شيء. قابلتوا ماكو شيء، منو قابلكم وين؟ بقياده الشرطه. قياده الشرطه؟ مال صلاح الدين. مال صلاح الدين، طيب. وما سووا لكم شيء؟ لا لحد الان ما دزوا علينا. ايش قالوا لكم يعني بالضبط؟ بس قول لي. والله قابلونا وهاي قالنا روحوا وكل شيء ماكو روحوا لكم الله اي والله زين كنا اصحاب عوائل وقاعدين لا شغل ولا عمل طيب ايش قد عددكم انتم تقريبا حسين؟ والله 4000 تقريبا 4000 منتسب يعني مو قليل يعني شكل بينا فاجل بحمايه طبعا صلاح الدين طيب طيب حسين اشكرك كان شكرا جزيلا خلي الشباب بلكت يشوفونا حل بهذا الموضوع شكرا لك شكرا لحضرتك على اتصالك يا قلبي شكرا يعني 4000 شخص منتسب الى شرطه صلاح الدين وما رجعوهم تطلع لكم عليهم سالفه ويقول لك هذا والله ما ادري ايش بيه وهذا كان ينتمي وهذا ما كان ينتمي هسه تشيكوهم ورجعوا العالم للوظائف مالتهم يعني هي هذه اللي انا مرات اقولها الى ان اليوم الحكومه العراقيه محضره عذر لكل صوت كل مشكله اليوم حضرت لها عذر فلان شي يقول لك والله مو فلان سالفه فلان شي والله مو هي يمكن فلان سالفه بينما مثلا لو هذول من عندهم واحد يعرف له مسؤول مسؤوليا او يدفع رشوه او ممكن تابع لاحد الاحزاب كان رجعوه قال لك هذا ماكو هذا الشرطه توقف عليه يعني الوضع الامني يوقف عليه هذا احتمال اذا ما يشتغل يعني داعش تلقاهم ثاني يوم فوق راسنا جميل من ميسان تفضل جميل جميل مساء الخير استاذ مساء النور
استاذ طبعا التغيير هي فضائيه المستضعفين بالعراق. لا العفو انا في وجهه نظر وجهه الميزان. الاخ اللي قبله حكى على التقاعد. حتى خذيت قبل 50 للحج الشعبي مبارك ان شاء الله وهذا واجب وطني وطيناه. حتى رجعتوها كانت اقبض 922 تاخذ لكم نور 6916 تعطونا وهكذا المواضيع. يعني توصل للمرحله التزوير واصل للقمه وللناس مستهيه الناس تموت هسه على طريق بغداد كركوك. يعني ما افتي مال حكم كيف هاي مال والله العظيم استاذنا العزيز يعني حكم كيف ما هسه ملتهيه بالتزوير ملتهيه بالانتخابات وناس عوائل تروح تريد تسافر يقضونها بالطريق ويقتلونها. تجي هنا للعشائر هنا بالجنوب شي تقتل بشي ليه مخبوص الامه. فحتى هذا النبض طلع لنا سلاح الميم ميم هذا شو يسمونه موجود ما تتهم فيني هذا ما افتهم هسه لا هي تشكلت حكومه لا المجلس النواب مش بدوره. احنا التغيير هاي يشهد الله يشهد الله هي الواجهه الحقيقيه للناس المستضعفين. الله يسلمك. احنا ما يهمنا شيء لكن مع احترامات التشكيل الحكومه انتم لا من تشكلونها ولا من تخلونها في التاثير حتى لا يزيد لو تزوير اذا اجى التزوير اجت حكومه مزوره احنا شلون راح نعيش؟ ما اعرف عم فوضى تقبل قرار استاذنا العزيز الله يحفظك انت رجل اعلامي ونحترمك كلش احترام. الله يحفظك يخليك انت المحترم لعلمك ترى كلها انت متوجه الى على راسي احنا الفوضى هاي الى متى يعني؟ اطفالنا لا مرتاحه، نسواننا لا مرتاحه، احنا مالنا وشكرا جزيلا. شكرا ممنون منك جميل شكرا جزيلا. طبعا ايضا دائما انا اوجه تحايا لكل اخواننا واهلنا بكل المحافظات العراقيه الجنوبيه والشماليه والوسط تحياتنا لهم شكرا جزيلا طبعا لمتابعتكم يعني اخواننا بالعماره. ناخذ عندنا منو؟ جيم هاشم من كربلاء تفضل هاشم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله اهلا بك يا هاشم. الله يسعدك استاذ. الله يحفظك يخليك. تحيه لك من كل العراقيين الشرفاء. يسلمك يا رب يحفظك. سيدي الفاضل اشكر بك هذا النفس العراقي. شكرا. احنا متقاعدين. قبل شويه اتصل احد المتقاعدين قال احنا مال السته اللي دخلوا الرواتب مالنا وهي رواتبنا والله العلي العظيم اشبه بالشحاذه اشبه بالجديه. لا حشاك. يعني من يدخرون هذا المبلغ من عندنا ليش ما يرجعونا يا يعني ما يساوي قدر راتب بنات جلال الطلباني عمو جلال. يعني هذا شنو معناه؟ انا دفن يعني ليمتى احنا والله العلي العظيم ماكو متقاعد وانصبع انت شوفهم كلهم مرضى. صح. ليمتى انت شوفهم كلهم مرضى. يعني على الاقل على الاقل ينظرون نظرة بشر مو عراقيين بشر. واشكرك شكرا جزيلا لك يا هاشم ممنون حضرتك شكرا والله حتى كلام ما بيها حلال يعني اسف يعني يمكن احنا خليناك بس تاخذ على راحتك يعني بالحكي بس احنا نعتذر اذا تعبناك بالسوالف. شكرا لك يا هاشم وحقيقه ملف المتقاعدين ملف جدا شائك وان شاء الله خلال يعني الاسابيع الجايه راح احاول اسوي حلقه عليه. ناخذ عندنا اتصال سعد من الكويت تفضل يا سعد. الله يخليك يا هلا استاذ. احنا هسه ما مرتاحين والله ما مرتاحين يا استاذ. من عائله وافد ومقيم جاءونا بامراض لا تعد ولا تحصى نشعر بالم نشعر بعده واذيه وقلق وتوتر وازعاج وزحام بالطرق كذلك السرقات والتزوير يا استاذي وجلبوا لنا ايضا المخدرات ونحن نتحدث عن جزئيه جزئيه جزئيه. وكذلك اخيرا يا استاذي اريد افهم اريد اعرف ما مع الفعويه ما شنو؟ تحياتي لك وللقناه المحترمه. الله يسلمك. شباب شنو ايش قال؟ ما معنى شنو؟ طيب انا ما والله ما سمعتها. سعد بس اذا ممكن بس يعني شنو رديت بالاخير ما سمعتها والله. اليوم المواطن العراقي ايش قد ما يملك من سخط من مطالب قد تكون هي طبعا مناسبه كل المطالب التي تاتي من المواطن العراقي هي مشروعه واجب الحكومه غصبا ما عليها تنفذها
مو لسبب انه هي غصبا ما عليها، لا غصبا ما عليها، غصبا ما عليها تنفذ، لان اليوم كل المسؤولين موجودين، هذول الشله شايفين كل هذول المجموعه مع المسؤولين كلهم مع اعتزازي واحترامي للجميع. كلهم اليوم ذولي موظفين عند الشعب العراقي، بس هو المشكله المسؤول مدى يحس بهذا الموضوع. وبعض الاشخاص ال 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 يعني شو بدي اسميهم؟ لهم مفرده بس واحده باللهجه العراقيه، بس على اقل تقدير المحابين لهم بطريقه يعني خلاص اسميها شويه هوايه، هم ذولي الاشخاص اللي ديكبرون براس ذولي المسؤولين. ولا مسؤول ترى هذا عبارة عن موظف عندك أنت الشعب العراقي، أولا أنت تجيبه بصوتك، اثنين وجوده بمنصبه ممكن تطلع عليه أنت مظاهرة تطلع بالمنصبة، ثلاثة هو يجب أن يعرف أنه خدمة المواطن هي سبب بقاء في منصبه، خدمة المواطن قدم للمواطن هي سبب بقاء في منصبه. لكن المسؤول العراقي ما قاعد يفهم هذا الموضوع. المسؤول العراقي، بعض المسؤولين العراقيين اليوم ينظر إلى الشعب العراقي لأنه والله يعني دول يمكن نعرفهم لو ما نعرفهم، يجوز دول يمكن ملتقي بهم هيش بس، لأن هو ما عنده اليوم إحساس الانتماء للوطن، وبذلك هو عنده إحساس انتماء للشعب العراقي، واليوم يقدم له خدمة. لا أنت قدمت خدمة للمواطن ولا قدمت خدمة للوطن، أنت مقدم خدمة بس لنفسك وابن عمك وابن خالك وأهلك، هاي خلصت، وحزبك في بعض الأحيان أو أغلبها. فبالتالي مسؤول العراق اليوم يعني إذا أردين نحطه في معايير المثالية نطلعنا كم واحد، البقية كلهم ولا واحد تنطبق عليه معايير المثالية أبدا، ولا خدمة المواطن ولا الوطن ولا السوالف هاي. وكلتوا راسنا بهالشعارات، وشعاراتكم أصبحت فت شعارات كذب وتزييف وسخيفة، يعني وصلت إلى حد واحد يضحك والله من يسمع واحد من السياسيين العراقيين، البعض منهم يسمع من عنده يقول لك شعار معين يخص الوطن، يا أخي تضحك تقول لك أنت وين أنت؟ إذا أنت ما عليك ملفات فساد فأنت مشتبه بفسادك، وإذا ما مشتبه بفسادك فأنت أصلا يعني جاي من طريق حزب فاسد، لو تعرف لك واحد فاسد، لو مترشح من واحد فاسد، وإلا ما رحم ربي مترشح من شخصية أو حزب أو فئة أو ائتلاف أو شوف شنو هي، يعني شيء إيجابي. بس البقية لا، ماكو. طيب عندنا اتصال، زين إذا ممكن نخلي شوية بس لين أرد أكمل هذه مال الروابط. طيب النقطة الأخيرة اللي هي نشرها مركز الروابط، يقول تعمل عناصر داعش على التواجد بالمناطق التي لم يتم السيطرة عليها من قبل القوات الأمنية بشكل كامل في سلسلة جبال حمرين اللي هي غرة وقرية بلقانة وقضاء داقوق، والقيام بعمليات تعرضية على الخط الرئيسي الرابط بين محافظة صلاح الدين ديالة إضافة إلى قضاء طوس خرماتو رغم الانتشار الأمني في هذا القضاء. دراسة أيضا أخذت قالت لك لأنه في عام 2017 هذا العام شهد هزيمة تنظيم داعش اللي سيطر على مساحات كبيرة من العراق واللي قدرت بأنها متساوية، يعني المناطق اللي سيطر عليها تكون متساوية إلى بريطانيا، فلذلك سوى حجم طبعا مساحة بريطانيا. فصحيفة الاندبندنت البريطانية نفسها قالت إلى أنه عام 2018 ماذا يحمل للتنظيم، خاصة بعد عام انكسر به وخسر به هواية من البشر وأيضا من مناطق نفوذه. وأشارت الصحيفة لأن داعش ليس مجرد جماعة دينية متطرفة أبدا، فما جعل يصل إلى درجة من الخطورة هو لأنه بالإضافة لثرواته فجعل يصل لأن معظم قادة مات يعني على درجة عالية من المهارات العسكرية اللي طوروها بعد عقد كامل من الحروب الشرسة يعني 10 سنين. وأضافت أن قادة التنظيم توقعوا أنهم سيخسروا العديد من المناطق التي سيطروا عليها، حيث أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام هجوم بري مدعوم من طيران التحالف الدولي في العراق ومن القوات الجوية الروسية في سوريا. وضعوا بالاعتبار التحول لحرب عصابات اللي يعتمدون به على الهجوم والمباغتة والخروج في بعض المناطق جنبا إلى جنب مع العمليات الإرهابية، وطبعا بحسب الصحيفة. فلذلك أيضا السؤال يبقى هو ممكن يرجع داعش؟ المعطيات اللي نشوفها قدامنا تقول لا ما ممكن يرجع، بس خوفك انت من هاي المعطيات تتطور، خوفك من هذه المعطيات اليوم بعد ما تصير مجموعة يمكن عمليات متفرقة ممكن تتطور إلى أن تكون عملية في مركز المحافظات أو في قلب هذه المحافظات ممكن تكون هنا. وندري احنا داعش دائما يحاول أن يعني يعمل على كسر شوكة القوات الأمنية، وطبعا يعني لن يستطيع كسر شوكة القوات الأمنية، القوات الأمنية
حقيقة قائمة على أساسات إيجابية. لكن بالتالي هذا التنظيم تنظيم شرس، عانينا من عنده، شهداء راحوا، مدنيين وعسكريين في سبيل أن نحرر أرضنا اللي إحنا ننتمي إلها كاسم وروح وفعل. فهل اليوم بالنسبة للقوات الأمنية دق ناقوس الخطر بهذا الجانب؟ ممكن اليوم يفكرون القادة الأمنيين والمسؤولين العراقيين بأنه داعش عندما يقوم بمثل هكذا عمليات سلك واحد قاعد تهولها وقاعد تسوي كبرها وهي مجموعة أشخاص وسووا ما أدري شنو وهنا أكو تفصيلة بسيط؟ لا 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 لا، كل شيء صغير يكبر. ناخذ اتصال عندنا فيصل من الإعمار، تفضل. وين فيصل؟ فصل فيصل؟ فيصل رجع خابرنا حبيبي، الله يرضى عليك أخويا. المهم فكل شيء صغير يكبر، مثل ما بدأ هو يسيطر على بعض المناطق بعدين يوم وليلة جمع نفسه رتب وضعه ودخل على الموصل سيطر على الموصل وبدأ يتسيطر عليه، أخذ صلاح الدين وياه والأنبار وديالة، وصل على مشارف بغداد، وصل لأبو غريب ومناطق هواي من عدها كان مسيطر عليها بطريقة يعني محترفة. والحد الآن أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل الجانب الأيمن والأيسر لليوم لليوم هذا اليوم الآن أحكي به هم يعانون. ذاك اليوم كان أكو زيارة، والحقيقة هذه الزيارة أنا أعتبرها يعني صفعة لكل السياسيين العراقيين كلهم بدون استثناء. أنجيلا جولي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة زارت الموصل، والله باو عليها من قهرة أكثر من أي سياسي شفته من قهر. تتعامل بالموضوع بإنسانية، هي تقول أنا شقزرت أماكن في العالم تعاني من نكبات بعد الحروب أو الصراعات السياسية والأثنية والطائفية وحتى الصراعات الأهلية، ما شفت حجم دمار لمدينة مثل ما شفت بالموصل. وبعض سياسي محافظة نينوى، واحد مدري وين مسافر، الأخ يسولف لي ببغداد، الأخ حاير بتشكي الحكومة، الثاني مدري معه، وكوبيهم سياسيين حتى ما شفناه تمشى بالمدينة. لو إذا تمشي تمشي لمكان صغير وينتهي الموضوع. وشفت طريقة التعامل مع البشر كيف هذه الأخلاق العالية اللي تملكها، يعني ما حطوها هيك اعتباطا، كيف تتعامل. وعندنا طبعا مناسب احنا أيضا سفيرات للنوايا الحسنة عربيات، ذاك يوم رايحة لواحد من المخيمات طاقت لي الميك اب كامل ولابست لي مدش لابسة وراحة. هو هيجي هذا العمل الإنساني، ما يحتاج هيك العمل الإنساني، ما يحتاج قاط ورباط. العمل الإنساني ما يحتاج أنا أروح بزفة 50 سيارة واصل لهناك. العمل الإنساني ما يحتاج، العمل الإنساني يحتاج إنسان يقوم بالعمل الإنساني، ما يحتاج صورني وأنا ما أدري. وبالمناسبة حتى أما داخلي طبعا يعني مو عراقية هي، حتى نجي لجولي حتى دافع عنها، بس أحكي لكم سالفة. عملية التوثيق بالتصوير من قبل الأمم المتحدة هي لغاية الأرشفة ويعني تحريك العالم، لأن لليوم تم تمويل مشاريع الأمم المتحدة اللي هي لمساعدة العوائل وغيرها وكل هالتفاصيل بنسبة 17% من العدد الحقيقي من المبلغ الحقيقي اللي تريده. فلذلك هي تراوي العالم تقول لك يجبلك واحد شوية تهتز عند الغيرة، يهتز عند الكرام. لكن بنحكي عن أرقام إحنا مهولة. أحد السياسيين يقال أنه يملك 15 مليار دولار كاش، واحد يملك لفوق 30 مليار، 1 مليار ونص، 1 مليارين دولار. ذني يعني أنا مو أنا يعني حشاي أكون أنا في يوم من الأيام أحد السياسيين الفاسدين. جيدين إحنا خليهم على صفحة ذولي، بس أي واحد من عندهم أنا أقول له نصيحة، يا أخي أنت عندك هلقد بقت، ليش ما تطلع؟ شو متشلب أنت باقي منه؟ تتبوك بعد؟ تتبقى لنا تتبوك بعد، بس ما تقول لي أنت ذني قدمتهن من فلوسك الخاصة. قليل من السياسيين كان عندنا ترى حالتهم زينة، هواي من عندهم ما عندك شيء، اجي العملية السياسية مدين فلوس اللافتات اللي سواها، مثل ما هسه بالانتخابات واحد بايع بيته، أنا عارفه كل زين، واحد بايع بيته وسوى لافتات، باع بيته وتالي خسر. الأخ مدينها من واحد شخص صديقة في إحدى الدول المجاورة أو الدول الخليجية، مدينها من عند دين وما فاز. فالعمل الإنساني يحتاج إنسان،
وارجع واقول نفس الكلمه اللي دائما احكيها بالبرنامج، حقيقه اليوم عندنا سياسيين نخجل نخجل كعراقيين نقول هذا السياسي عراقي يمثل العراق، اخجل والله اصير بنص هدومي انه اقول هذا عراقي يمثل العراق، تصرفاته مو العراقي واخلاقه ما يمثل العراق، ولا ممكن يوم من الايام هذا ممكن اسميه انا عراق، والبعض من عندهم تحط تاج فوق راسك. طيب فبالتالي اليوم احنا امام تهديد مباشر من قبل تنظيم داعش لمناطق في كركوك صلاح الدين، يعني هذه المناطق نحتاج الى ان يكون هنالك من تحرك، وشخصيا هنا بالبرنامج راح احاول اظل اتبع هذا الموضوع الى ان يكون هنالك من تحرك، اي واحد راح يصرح ضد مع هذا الموضوع راح يطلع مباشره بالبرنامج. خلي اشوف بالله وين حتصفى وياكم انتم السياسيين. يعني ما اعرف انا هاي هاي الحمى وهاي الخروقات امنيه انتخابيه، وقلنا بالله حركتوا الصناديق وحركتوا ذني التفاصيل، افتهمناها. هسه خرق امني. باشر عقب شرحت تطونا خرق سياسي. وخرق السياسي هذا ايش راح يكون؟ شلون شكله؟ ومن سيكون حطب هذا الخرق السياسي؟ شو عندكم انتم؟ عندكم بس المواطن تحرقون به. تحرقون بروحكم؟ وينكم؟ لو حتى السياسيين ما يموتون. لا موت الله ولا اغتيالات، والله. هو عندكم شخصيه احنا ماتت موت الله. بس المواطن ابن الخايبه كل الانواع مات. مات مفخخه، مات اغتيال، مات بعبوات، مات بعمال ارهابيه، مات بفعل هذا التنظيم الارهابي السيء وباقي التنظيمات. بس مثلا الطين واحد من السياسيين بالمحافظات اللي سيطر عليها داعش انقتل، او يعني خل اسميها اختاله تنظيم داعش، سياسي بارز من المحافظه، طيني انبار صلاح الدين ديالى ونينوى، طن واحد من ذي المحافظات الاربعه ماكو، كركوك ماكو. يعني هسه ما ادري كيف افاول عليهم، بس على اقل تقدير يعني اللي يمشي عليك يمشي على البقيه، واللي يمشي على المواطنين العراقي خليه يمشي عليك. انت مو سياسي وتقول اني تدعي بها على اساس انت امورك 100% وطيبه وانت تدافع عن العراقيين، شو تدافع عن العراقيين؟ اتمنى انه هذا الجهد اللي تدافع به عن العراقيين، دافع عن نفسك وقت ما تطلع ملفاتك السيئه، ملفاتك الفاسده، ونطلعها هنا بالبرنامج. وكم سياسي بالايام الجايه ان شاء الله بس تكمل ملفاتهم راح نطلعهم هنا بالبرنامج. خليه يقعد يدافع عن نفسه، لو يتوسط لو يحكي، لو بلا زحمه لا، ونشوف شلون نرتبها. تدرون كل زيان لا رتب ولا اسوي. ذاك الوقت من تطلع ملفاتكم ارد اسمع حسكم جميل. مثل ما صارت ويا واحد طلعنا ملفه وخابر على فريق البرنامج يقول لهم اني اقاضيه الاستاذ فداء، شو تقاضي انت؟ طبعا انا خابرته بنفسي، قلت له شو تقاضي انت؟ وين تقاضي؟ اسمك نازل بالوثيقه، شو تقول مو اني؟ فهيج. المهم اليوم احنا امام خرق امني، وخرق امني خطير، وهذا الخرق الامني اتمنى ان يتم معالجته قريبا، والا داعش يبدي هيج بعدين يكبر مثل كره الثلج. فرساله الحكومه العراقيه تعاملوا مع هذه الحوادث بجديه. نلتقي دائما على خير، الى اللقاء.